ترعى لعبة الخنافس. أهلا وسهلا، وأكيد بعد منورنا باستوديو أغلب السقة سوبر ستار اللي بنموت فيه رامي عياش، وأكيد أهلا وسهلا بأحمد السقة حبيب الملايين. طبعا حأشرح لكم بسرعة القوانين، قوانين لعبة الخنافس ذا بيتلز. القوانين حتشوفوا قدامكم على الشاشة مجموعة من الخنافس بتتحرك، وعلى ظهر كل خنفسة مجموعة من النقط. اللي عليكم تعرفوا انكم تعدوا النقط وتجيبوا المجموع الصحيح. طب واللي يعد النقط يعمل ايه؟ يعني مثلا انا عديت النقط بالظبط. ثانك يو. حتدوس على البازر كلادي بالظبط، حيكون عندك 5 ثواني تجاوب. بعد ما يقطعوا ال5 ثواني، لو اجابتك صحيحه بتاخد النقطه، لو اجابتك غلط بتروح النقطه للخصم اوكي والعكس هو الصحيح. ولو جاوبت ولو ما جاوبت طبعا بتروح النقطه للخصم. أوكي. جاهزين نتعرف على خنافسنا؟ يلا بينا، يلا نلعب الخنافس وحنشوف اول مجموعه. يلا بنركز بالسكرينز. شو مهضومين هالخنافس. رامي 13. غلط. 14. في 5. 1-0. مع تحيات رامي عياش أول نقطة لأحمد. وقف هدايك على كده خلاص. برافو. مرسي. مش قادر. حكمل مجموعة من الخنافس الجديدة. يلا يلا بينا. البازر عند أحمد. الإجابة 13. غلط. ليه غلط؟ هن 12. فرقت على نقطة. بعد واحد وحنشوفه مع بعضنا. رزان أنا وياه نفس الخنافس ونفس العدد. نفس الخنافس. حنشوفه مع بعضنا. طلعوا 12 نقطة، وأكيد هلأ صار عندك هدية من أحمد السقا ورجع لك النقطة. أوكي. برافو. أوكي. مجموعة جديدة من الخنافس. يلا يلا بينا. مجموعة جديدة عم نشوفها. Take your time, guys. رامي 19. برافو. 2-1 لهلا لرامي. حنشوفهم على الشاشه وحنعدهم مع بعض. يلا 4-6-2-4-3. عمليه حسابيه بسيطه مثل عدد 19. برافو رامي، برافو. لكن هلا صار عندنا نقطتين ونقطه، حنكمل بمجموعه جديده من الخنافس. يلا يلا. اثنين وعشرين. يا احمد 27. 5 معديتهم. يلا وطبعا بتروح النقطة عند رامي. ثانك يو فيري ماتش احمد السقا، واكيد حنشوف كيف صعبة جمعتوهم. صعبة. شفت 5 بيطلعوا 27. من كم سنة؟ حوالي حسب الأبلة النظرة مدرسة الرياضيات. بعد؟ بعد عنا مجموعة، إيه ما بيموتوا هولي. كده 3-1 لا رامي لهلا. 3-1. طيب يلا أوكي. ركز في الجيم ده. ركزوا. يلا مجموعة جديدة من الخنافس حنشوفها مع بعض. يا نهار أزرق. خذوا وقتكم وركزوا ورطوا بعض. يا ريت ورطوا بعض ونخلص. مش عارف. معلش رامي لازم 24. 24 صح. إجابة صحيحة. برافو. عم نشوف مجموع الأرقام نقط الخنافس اللي عمل 24 وإجابة صحيحة لرامي عياش. برافو. خليني أعطيك نقطة. خليني أعطيك نقطة. وبهيك يفوز رامي بهيدا السيجمنت، وحنشوف مع بعضنا سكورات. برافو رامي.